ومن الحساء إلى جيزان وتغريدة أخرى اخترناها لكم من حساب الدكتور القدير هاشم عبدو هاشم، واللي قال فيها: ما شاء الله تبارك الله، محافظة هروب غنية بكل ما هو جميل، والأجمل من ذلك هذا الصغير الكبير بلغته وذكاءه، وذلك ليس بغريب على منطقة جيزان وأبنائها. أول شيء نرحب فيها في محافظة هروب. لماذا اخترت محافظة هروب كوجهة سياحية لها؟ والدي يكون في هروب ما هو انطباعها المبدئي عن المحافظة من خلال زيارتها لأول وجهة سياحية أو مسار سياحي؟ What do you think about Harub as a tourist place? It's beautiful, very beautiful, peaceful, like lot of nature. يعني صراحة الفيديو يعطيك شعور بالفخر، وأكيد تحية كبيرة للمترجم الصغير ساري الحمزي، واللي قدم صورة مشرقة عن المستقبل من خلال جيل واعي متحفز للعطاء والمبادرة، وتحية كبيرة أيضا أكيد لكل أهالي جيزان.